ويقول على الضوء يباها على جال ضوء على جال على الضوء يباها على جلسة الضوء. انا اقول صرف ايش عندك؟ كنا في بيتنا وش عندك يا انا من في العدوان كنا في بيتنا زمان لو سمحت باركور على عيني ما ادري لا للحين موجود ليه يسلمها لي عقبك والله لا صلحيت بامس كنا في بيتنا يا الربع زمان طبعا انا واخواني الكبار والصغار نحب الدجاج نحب الدجاج البلدي واذا جابونا الصيصان صار المهم طلبنا الوالد شو حلو وراح لنا سوق ايه جاء راح سوق الخميس وجاب لنا سوق الخميس عندنا اسمه سوق خميس يجون فيه اللي معهم حلال وحيوانات ذي يبيعون فيها المهم جاب لنا ديك ودجاجتين قديم المهم قعدت معنا ونأكلها مبسوطين عندنا الحوش دور أرضي داير ما دار البيت المهم يجيبهم الوالد ونأكلهم ونشربهم على بال ما بدوا يعني يجيبون بيض وكذا ويحضنون عليها ويفقسون الصيصان لبه علي 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 المهم مالك زود المهم يا طويل عمر السلامة وصفقة لأم عاد كان الدجاج قاعد فترة ومبسوطين بعدين صار يأذي جيراننا عندنا هنقر جدار 3 متر عندنا جدار 3 متر يطلع الهنقر ويقعد ينابح قصدي ايش اسمه صوت ديك شغل يوقف المهم انه ايش صوت الدجاج ما ادري يذن المهم جو الجيران قالوا ازعجنا خلاص قاعدين يكلمون الوالد المهم جاء الوالد قال قرار من وزارة الداخلية ان ايش فيه مرض خطير يجي الدجاج ولا عدت المسونة لازم اي والله هذا اسلوب التخويف في مرض خطير يجي الدجاج انا شفته بعيني يا اولادي عيونه متخضر وفجاه تطيح زي البرجور من اجسامهم يا ولد احنا نقشعر من هو الموقف ويتكلم لنا لا تمسكونا فتخضر عيونكم وتطيح والله اي والله يا الربع على ما جاكم طبعا الوالد عسكري الله يطول بعمره والدكم جميعا يرحم الميت منهم المهم ونلقاه في يوم في الحوش قاعد في الليل بعد العشاء طبعا الدجاج بعد في الليل سبحان الله ما عاد يشوف يعني يصير عنده ضعف في النظر يقل نسبة نظره بدرجة كبيرة يعني 10 من 10 بالنهار في الليل يجيك يمكن 5% 3 المهم يا الربع ونفتح الطاقة نشوف أبوي طالع الهنقر على الجدار يبغى يجمعهم وامسكهم الأول أمسك الثاني الديك هو اللي صد كان يتملعن وامسكه مع رقبته عذبه الوالد نمسك ما رقبتك واحنا نشوفه لا تخضر عيون ابوي يطيح ويمسكهم في الكرتون يجمعهم كلهم المهم يشلهم واليوم اللي بعده على طول على السوق راح بيعهم بعد ما قعدت هدره فتره وفقست كل شيء اي بالله واحنا خايفين من المرض ذا ونطالع في ابويه وما علمناه قام طين الوالد كان عسكري يجلدنا جلد لين نعض الارض اي بالله قعدنا فتره يمكن شهر كذا وجاء العيد ونزلنا تهامه عند عمي طبعا عمي في تهامه وعندها دجاج وارانب وذي محمد احمد آل غرامة عسيري طال عمرك ما لكم زود المهم نزلنا لهم ونلقى يا طويل عمر السلامة ومبسوطين معهم فجأة ندخل الحوش لنلقى دجاجنا لحظة تأمل ايوه لحظة تأمل ولو قد فقست وقد جابت احفاد يا ولد نطالع اي بالله نطالع في ابوي ايش العن ونخرها بالبكوان اقسم بايات الله يا الربع بعدين ابوي ما عاد درى ايش يسوي خلاص تقلب وجهه قال المرض كان ذيك الايام وراح المرض خلاص تعال يجمعنا احنا يا عمي علشان يبقى يصرف السالفه ويعطينا حلويات والعاب علشان ينسينا الموضوع فوالله اني ما انسى ذاك الموقف يا رب العيون الخضر ذي وطيح سلامات اسلم اسلم شوف السالفه اذا تقول مختصر اول شيء التنبيه الاول لا تسوي انك تنقطع عقبه تكمل عقبه توقف عند المطبخ تاخذ كمون جرجير تقوم لا تسلم يلا اسلم يا ابونا جند اسلم واحد من عماني ما بذكر الاسم